أقامت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين مؤتمرا موسعا حضره إسماعيل خضير الهلوب النائب الأول المحافظ وقائد شرطة المحافظة لواء قندي الخليل للتعريف بجريمة الاتجار بالبشر وضرورة القيام بحملة توعوية عن مخاطر هذه الجريمة والتصدي بشدة لمثل هكذا ظواهر تهدد الفرد والمجتمع. هذا المؤتمر بخصوص جرائم الاتجار بالبشر والتي في السابق لم تكن موجودة في مجتمعاتنا. اليوم يعني قيادة شرطة المحافظة دقت ناقوس الخطر بخصوص هذه الجرائم وضرورة توعية المجتمع لخطورة هذه الجرائم وأنواعها والجهات التي ممكن أن تقوم بها في هذه المحافظة والإجراءات التي ممكن أن تتخذها والقانون الذي شرع في عام 2012 والخاص بهذه الجرائم وضرورة تطبيق هذا القانون ومكافحة والوقاية من يعني الجرائم التي ممكن أن تحصل في المحافظة. باعتقادي اليوم قيادة الشرطة أوفت والكلمات التي تم إلقائها كانت مجزية واليوم نحتاج إلى حقيقة إلى حملة توعية أكبر وأوسع نصل بها إلى مخيمات النازحين إلى مدارس الطلاب إلى مضايف العشائر إلى المقاهي إلى كل مكان ممكن أن يكون فيه الإنسان في محافظة صلاح الدين. طمأنونا الأخوة في قيادة الشرطة وفي رئاسة محكمة الاستئناف أن المحافظة هي أقل وقد تكون تكاد تكون خالية من هذه الجرائم، لكن نحن نريد أن ننبه وأن نتقي شر هذه الجرائم خصوصا وأن لدينا أزمة نزوح ولدينا يعني نسب فقر عالية في المجتمع خصوصا بعد يعني 2014 او 2015. لذلك هذا المؤتمر جاء بداية لحملة كبيرة سوف تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع قيادة الشرطة ومجلس القضاء الأعلى وكل الجهات المعنية لتوعية مجتمعنا من خطورة هذه الجرائم والجرائم الأخرى اللي هي جرائم الاتجار بالمخدرات وغيرها وحتى السلاح لحماية مجتمعنا وبناء الإنسان بناء صحيح بعد أن تم تحريره من تنظيم داعش الإرهاب. تم عقد هذا المؤتمر برعاية وزارة الداخلية وبحضور محافظة صلاح الدين ومحكمة استئناف صلاح الدين وشيوخ العشائر وطبقات مختلفة من المجتمع المدني لغرض مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وغزو موضوع المخدرات إلى المجتمع بمختلف فئاته، وتم مناقشة كافة الإجراءات الوقائية المتمثلة بالإجراءات القانونية وإجراءات العشائرية العرف العشائري وكذلك التوعية الدينية وكذلك الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التربية والجامعة بشأن نشر الوعي الثقافي لمكافحة الاستهداف الإنسان في هذا البلد سواء بموضوع الاتجار بالبشر أو ترويج موضوع التسول أو استهداف الإنسان العراقي من خلال برنامج المخدرات الذي يستهدف الجيل الحالي والجيل اللاحق. وتم التوصل إلى مجموعة إجراءات الغاية منها الحفاظ على الإنسان في هذا البلد وفي هذه المحافظة بمختلف أجياله وتهيئة دراسة للحفاظ على الأجيال القادمة من هذه الاستهدافات التي أصبحت تستهدف الإنسان العراقي بمختلف مكوناته. حقيقة مهم جدا ويخص الأمن واستقرار المحافظة والعراق ثانيا. حقيقة المدير العام لصلاح الدين كان جاد أيضا في موضوع هذه المكافحة هذه الجريمة وتوعية كافة قادة التدريسية والتعليمية في المحافظة وطلبتنا أعزاء في موضوع هذه الجريمة وكيفية القضاء عليها وعدم التقريب من أتها. والحمد لله حاليا الشرطة المجتمعية بالتعاون مع المدير العام لصلاح الدين عازمة وجادة في موضوع عقد المؤتمرات بشكل متواصل للقضاء هذه الجريمة إن شاء الله قبل حدوثها. احنا الاجراءات الوقائية متشكلة لجنة عندنا فرعية برئاسة السيد نائب المحافظ هي تقدم التوصيات الكفيلة بحد هذه الظاهرة مثل التوعية ونشر بوسترات بالاماكن العامه وعقد ندوات ومؤتمرات بالجامعات والمعاهد والمدارس والاماكن والمستشفيات، وان شاء الله احنا ماضيين بهذا الاجراء ان شاء الله.